كنتوا تكفلتوا بحالة عائلة محيفر من ولاية الأغواط، وصلت معكم مؤسسة شروق الخيرية، أسستوا لها المنزل تاعها. كلمنا على هذا التنسيق اللي صار بيناتكم وبين مؤسسة عائلة محيفر شروق الخيرية. الآن صراحة مشروع كبير، ما مش مصدقينك، شفت كيفاه كانت وكيفاه ولات الدار. الشروق بحصة وفعوا الخير والجمعية نتاعها والأستاذ فيزازي حفظه الله، يعني الهضرة بالبرهان. أكشفت الدار كيفاه كانت والعائلة كيفاه كانت وكيفاه ولا الظروف. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. وإن شاء الله بربي كما تفهمنا مع الأستاذ فيزازي عدنا الكثير من عائلة محيفر والكثير من عائلة الكاف، وإن شاء الله بربي بفضل المحسنين وفضل قناة الشروق ربي يحفظ إن شاء الله قاع طاقم الشروق وجميع من يسعى في هذا الحصة وهذا الخير. إن شاء الله بربي كما فرحنا عائلة محيفر نقدر نفرحوا كثير من العائلات إن شاء الله في ولاية الأغواط، مادام إن شاء الله أستاذ فيزازي معنا ومجموعة صدقة جارية ومجموعة شباب الأغواط.